صراحه انا احب الحاجات السخنه. هي مكوناته كمان سهله جدا وسريعه جدا زي ما قال احمد حلمي مفيش مانجا سخنه. وخلونا ناكل القرعه السخنه. هتاكل سخن اكيد. وين مكان اول ما امشي مصر بس وريني مكانه هروح له جري. وين مكانه؟ لازم 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 اكيد لازم. لا هروح اجرب. لو انا نسيت طب دلوقتي مكانه عادي حر التكريم. هو جنب روكسي بس يا اتهم. وين مكان اكشن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي وصديقات قناه بودي ساتي. معكم اخوكم مصعب القاضي. الليله حلقه مميزه من دولة مصر الشقيقة الفراعنة حبايبنا وسمعني احلى صدى صوت. الليلة هتعمل لنا الشيف نسمة وصفتين. اول وصفة عبارة عن حلى معروف جدا في مصر وفي رمضان. يس تمام. والحاجة الثانية هتسوي لنا الكبدة الاسكندراني. الناس اللي بتحب الكبدة وتموت في الكبدة خليكم قريبين. تفضل يا شيف نسمة عرفينا عن نفسك. انا نسمة من مصر. هعمل لكم النهاردة قرع بالبشاميل ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله. وغير القرع كمان عباره عن الكبده الاسكندراني. وهنعمل كبده اسكندراني ممكن تتاكل بالرز او بالمكرونه او سندوتشات طبعا هنا طبعا زي ما تكلمنا نحن عن الخليج العربي تحديدا بيحب الرز. فنحن هنعمل نوعين من الكبده اللي هو بالعيش وكمان بالرز. صحيح. يس تمام. يلا خليكم معانا وهتوريكم الشيف نسمه كيف هتسوي اول حاجه الحلقه حق القرع وبعدين هندخل على الكبده. تمام تمام. هنحطه على النار ونحط معاه طبعا على حسب كمية القرع. لو احنا هنعمل قد الحلة دي هنحط كاسين سكر بس مش كبيرة يعني كاسة شاي او اصغر شوية. اوكي نحط القرع ونحط كاسين سكر. طبعا هو مسكر جدا الشربات وهنعاين بيه عشان نعمل البشاميل. ورجعنا الجزء الثاني من حلقه تحضير القرع بالبشاميل. القرع بالمصري طبعا القرع. انا طبعا بقول لك قرع. قرع بالسوداني. القرع بالبشاميل. تمام. اوكي. بالنسبه للبشاميل هو نفس البشاميل اللي بنسويه بالمكرونه ولا بشاميل خاص بالحلى نفسه؟ لا هو خاص بالحلى لان احنا بنستخدم الشربات بتاع القرع وبنحط عليه دقيق وحليب وفانيليا. اها تمام تمام. هتورينا طبعا الطريقه بالتفاصيل. وطبعا هي اول ما ذكرت معلومه اللي هي الفانيليا دي طبعا خاصه من مصر. شارع من وين؟ من اي شارع في مصر بالضبط؟ اي سوبر ماركت عندنا. سوبر ماركت موجود. خلاص مش حابب اتفلسف كثير. خلاص المهم هو من مصر بس تقدر تستخدم اي نوع فانيليا صح؟ ايوه تمام اتفضل. اوكي دلوقتي خلاص اتاكدنا ان القرع استوى. هنفصل دلوقتي القرع من الشربات اللي هو طبعا الشيره تمام. طيب اللي هي الشربات تبعكم المصري ده فين هتستخدميه في ايه؟ هستخدمه في البشاميل. في البشاميل نفسه تمام. وهنحط القرع في بايركس. بايركس بدون ما نستخدم زيت بدون اي حاجه. بدون اي حاجه تمام. هيدخل على الفرن صح؟ يس. لمده كم؟ 45 دقيقه. 45 دقيقه. وجلس على النار كم؟ كمان نص ساعه. 45 دقيقه زي كده نص ساعه بس احنا نتابع لحد ما نحس ان القرع خلاص استوى. يعني استوى يعني يكون بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم. أيه. لازم يستوي يعني تقريبا 45 دقيقه مع 30 يعني نقول ساعه 20 دقيقه او ساعه ونص. يس الحاله كامله استغرق. هل بعد ذاك يحتاج انه نبرده في الثلاجه ولا هي خطواته سهله قوي؟ بعديها يتحط في الثلاجه. بعد ما يبرد يتحط في الثلاجه. يعني حاله بارد مش حاله حار. انا باكله حار. بس هو المفروض انه بارد. تمام. يعني تقدروا تاكلوه حار تقدروا تاكلوه بارد على زي ما تحب. يعني نقدر نقول الكميه يعني الزمن الكلي لتحضير الحلى تقريبا ساعتين. اقل من ساعتين لو الحاجه كلها جاهزه يعني. مع التبريد. ايوه مع التبريد. بدون تبريد ساعه ونص
وانت تاكلوا الحلقة. انا عن نفسي كمان صراحة انا احب الحاجات السخنة. هي مكوناته كمان سهلة جدا وسريعة جدا. زي ما قال احمد حلمي مفيش مانجا سخنة. فخلونا ناكل القرع السخن. هتاكل سخن. طيب وبعد ما خلص القرع اللي انا عملته يا حلوين شايفين بشكل الحلو الجميل ده هوريكم الخطوة الثانية. اتفضل. اوكي. احنا اخذنا الشيرة هنحطها في كاسة وبعد كده على قد الكاسة هنحط الحليب. طبعا. هنحط كاستين حليب. كاستين حليب. ايوه. بس ده اللي هو البشاميل. البشاميل انت بتحضر البشاميل بحيط. تمام. ورينا طريقة البشاميل. طيب. هنحط زبدة. زبدة. فنحن طبعا هنا استخدمنا في الحالة زبدة. هل ينفع نستخدم السمنة البلدي؟ في بعضهم بعض الحلويات بتستخدم سمن بلدي. يفضل الزبدة. يفضل اه. أيوة. تمام. انا صراحه يوم هجربه بالسمنه البلدي احب دايما انا عكسه عكس التيار. اوكي خلاص كده الزبده ساحت. تمام نحط معلقتين دقيق. معلقتين دقيق زي كده. ما شاء الله يا نسمه مين اللي علمك الحاجات دي والطبخ والحاجات؟ ماما الله يخليها لك ماما وربنا يحفظها ليك و... يعني أمين. ما شاء الله يعني معروفين انتوا اهل مصر بالطبخ والمحشي والمحشي والبط والفراخ الحاجات دي كلها صراحه مشهورين فيها والحلويات صراحه لا يعلى عليكم في الحلويات مشهوره في اي منطقه في مصر اللي هو الحلا حق القرع ده يعني. في القاهره في القاهره مره احنا هنا خلاص بس حطينا دي هنحط الشربات على طول. تمام اوكي حلو هنحط الفانيليا. نحط الفانيليا تمام. انا حطيت اربع اكياس. اربع اكياس. ايوه. طبعا زي ما قلنا هي طبعا فانيليا مصرية تقدر تستخدم انت اي نوع فانيليا عادي جدا. اظن هتبقى معلقة ونص شاي. معلقة ونص يعني نقدر أيوه. نقول معلقة ونص كبيرة زي دي صح؟ لا لا. اصغر. اصغر. أيوه. شاي. معلقة شاي. معلقة شاي. تمام. معلقة صغيرة. معلقة ونص صغيرة. يعني انا مش عايزاها تتقل قوي قوي تبقى زي البشاميل تقيله شويه. تمام. قبل ما تتقل هنروح حاطينها. تمام فانت اكيد في مصر عندكم اكتر من حلويات يعني زي القرع والحاجات دي عندكم كمان ايه حلويات مشهوره عندكم في القاهره؟ بسبوسه. بسبوسه ملك ملوك البسبوسه. انا عن نفسي صراحه انا احب اللي هي البسبوسه حقت دايما وصولي لما اروح مصر اللي هي بسبوسه العبد صراحه يعني طعمها خرافي. اي واحد يزور مصر لازم تجرب البسبوسه في العبد. وعندك مكان ثاني ترشحيه غير العبد؟ كويدر ماندولين. كويدر ماندولين. وين مكان؟ اول ما امشي مصر بس وريني مكانه هروح له جري. وين مكانه؟ لازم هروح اجرب. لو انا نسيت طب دلوقتي مكانه عادي حاول التجربه. هو جنب روكسي بس اهم مكان جنب روكسي. ارسل لك لوكيشن بس اروح ارسل لك لوكيشن. خلاص تمام هي قالت المكان سر مش راضي تقول لي المكان. خلاص ما في مشكله هدخل الجوجل وهجيبه يعني. ولازم تدوق بلح الشام. بلح الشام كمان عندهم يس. طبعا انت هناك بلح شام وكمان بنسميه صوابع زينب. اي بس كل الحلويات دي كلها سكر كتير يعني اللي ما بياكلش سكر او ما بيحبش سكر بس ياخد حته صغيره او يدوق يعني. ايوه فاهم حاجه كده. طيب دلوقتي البشاميل بتاعنا جاهز ان احنا نحطه على الارض. تمام انا قلت لا قبل ما هاي طبعا شوف انا التجربه حقت الدي شايفين كانت بمغرم. اوكي مغرمة صغيره كل واحد على حجمه طبعا. اوكي لا انا حجمي. مش جيد مو هقول لك جيد ده بيرفكتو بجد. ممتاز جدا حقيقة يعني المفروض الوصفة دي تبيعيها الباسكن روبنز ولا واحدة من الشركات العالمية المعروفة دي والله لازم. بسم الله. لا والله ما شاء الله يعني حتى طعمها اداني زي الكسر. يس قريب لي صح؟ يس. لا والله ما شاء الله خلاص اعتمدوا الحالة ده في رمضان يا جماعة لازم تعتمدوه. هو سهل جدا يعني هو ما بياخدش وقت ومكوناته بسيطة جدا جدا بس يمكن ياخد وقت في وقت التحضير بس عادي. اي بس غطي لي كل المكان. ما تسيبليش حته واحده بالملعقه بعد كده. اوكي دقيقه زي
بعد كده نحطه في الفرن، هندخله على الفرن لمده 45 دقيقه. ايوه تمام. اوكي، يعني احنا بنحطه في الفرن 45 دقيقه تمام. ونشيك عليه زي المكرونه بالبشاميل، لو الوش الوش بتاعه استوى. استوى يس خلاص. بعد يا ستي يلا انتظرونا. ده اللي هو الاكشن الكبير، ده اللي هو ملك السفره، ده اللي هو الحلا للناس الحلوين. خلينا نجرب. اتفضل ضيفين، انا من اول منتظر الحلا. طيب احنا استنينا لحد ما الوش بقى اللون ده، خلاص هو استوى يعني 45 دقيقه. شايفين 50 دقيقه حلو. ايوه طبعا هي مش محتاجه هي تتقطع صراحه، يعني الريحه يعني امانه. لا اكبر انا ما هاكل ده. اكبر لا ايوه متاكد. ايوه عاوز اكبر، خلاص الريحه كفايه، اديني اكبر اقطعين اكبر. طب اكمل دي وبعد كده نقطع كده كده انا راضي. ايوه اتفضل. طب كمل انت بقى، انت ايه؟ لا خلاص لا خلاص الجنب ده صغير. انا عاوز ايوه عاوز انا الكبير. اوكي تمام لك دول كبار. طيب لا خلاص دي كفايه. طيب تبع اليوم كفايه. كفايه احلى حلا صراحه ممكن تسووه رمضان. خلونا الان نجرب واديكم راي بكل صراحه. طبعا يعني نجي ندخل على لحظه اللي هي الحقيقه، مومنت اوف ذا تروث. انا قلت لك داري القطعه الكبيره، جبت لي القطعه الصغيره. معلش بعدين نقعد هديك رهيبه كله صراحه وما حجامك. اذا ما حلو ما هقول لك ما حلو، عشان زعلتني صراحه. انت تديني قطعه صغيره ليه؟ معلش عشان مليان سكر. كويس انا هديك رهيبه كله صراحه صبرا. اسمع يا مخرج، تقدر تنهي الحلقه خلاص. انهي الحلقه خلاص، خليني اعرف اكل براحتي يعني. تبغى رأي؟ هاي واضح يا نونو، قلت لك انهي الحلقة. يعني مفيش اي حقيقة يعني صراحة والله العظيم حلو، والله العظيم بقول الحق. حقيقة والله يعني اسمه يعني حقيقة والله العظيم يعني بكل صراحة أقول الحق انه والله يديك العافية وشكرا شكرا شكرا جدا على الحلا. واعتبر يعني أول مرة أنا أجرب الحلا ده في حياتي يعني، وان شاء الله هختمته في رمضان باذن الله تعالى. شكرا جزيلا وشكرا لك على الطبقين، وشرفتينا في مطبخ بودي سات، وان شاء الله نشوفك في فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. شكرا. العفو.